المساجد بيوت الله تعالى وأشرف البقاع، موطن التربية الإيمانية والروحية والخلقية، يجمع قلوب المسلمين على المحبة والاحترام والتآخي، التعاطف والتراحم. وتولي الدولة الجزائرية اهتماماً بالغاً بالمساجد التاريخية والأثرية والحديثة والارتقاء بدورها تعبيراً عن القيم السمحة للدين الإسلامي وتصدياً لأي فكر متطرف. ويوجد بالرابط المقدس الذي نحيا فوقه عدد كبير من بيوت الرحمن من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه. كان للاستعمار دور كبير في بعد الناس على هذه الروحيات. كانت بعض الأحيان الهزات العنيفة للعلاقات الاجتماعية حينما الناس أصبحوا انتقلوا من الماديات فأصبحوا لا يفكرون إلا في هذه الدنيا الفانية، كان للمسجد في بعض الأحيان دور قليل. حينما أصبح الترغيب في بعض الأحيان حتى عندما يناقش بعض العلماء الخطاب المسجدي كيف يرغب وكيف يرهب وكيف يدفع وكيف يجلب، فللأسف الشديد كان الأمر صعبا جدا. لماذا؟ لأن حينما ينتشر الجهل، حينما نبتعد عن الروحيات، وحينما ننسى تاريخنا، حينما نبتر عن تاريخنا، نجد بأن المسألة أننا مبهورين بمن يأتي من خارج البلد وننسى بأن تاريخنا عريق وطويل. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا على ضفاف البحر الأبيض المتوسط تطل علينا بشموخ تحفة معمارية إسلامية غاية في الجمال، الجامع الكبير، أحد أقدم المساجد في المغرب العربي، ومنارة حضارية شاهدة على تاريخ العاصمة الجزائرية. هو صرح يضاف إلى سلسلة المساجد العتيقة في ساحة الشهداء بالعاصمة. حينما نتواجد في هذه القلعة الدينية الكبيرة في مدينة القصبة العتيقة، مدينة المدائن، نحن ربما في أعرق معلم ديني عرفته هذه المدينة العتيقة. الجامع الكبير هو إشارة ودلالة على أن الجزائر، على أن هذا البلد راسخ في التاريخ وعميق في جذور الحضارة التاريخية. لم تكن وليدة هذا القرن كما يحاول المستثمر الفرنسي أن يصور لنا التاريخ. هذا ما يسمى الجامع الكبير، فهو بالنسبة لهذه الأمم التي شاذت هذا الجامع كان أضخم وأكبر مسجد. ونحن كما تعلمون نحن متواجدون في مسجد تقريبا يعني تقريبا محيط في الغالب آثاره، يعني في الغالب ان المسجد الكبير كان يتسع، كان رحب واوسع مما هو عليه الان، لانه يمتد، يعني اصوله وجذور الجامع الكبير تمتد الى اسفل القصبة. نرى من خلال هذه المعالم الموجودة بصمة العهد المرابطي. أشهد أن محمد رسول الله.
في الجامع الكبير دلالة، هذا دلالة عن أن الجزائر كانت موجودة في التاريخ ولها بصمة، وكانت بصمتها جلية وواضحة. فأول شيء عملت عليه حينما استوطنت في يعني فرنسا، وحينما يعني تمكنت من تواجدها بالقوة، عملت على طمس كل المعالم الدينية. هنا هذه مدينة القصبة كان فيها حوالي 166 معلم ديني، معلم ديني يعني خلافا إضافة إلى المعالم الأخرى. هذه المعالم الدينية يعني هذه مدينة القصبة، وأنتم ترونها أنها مدينة صغيرة، ومع ذلك أنها في العهد العثماني وصلت المعالم الدينية فيها حوالي 166 معلم ديني. وفي الغرب الجزائري وتحديداً بولاية وهران مدينة الأسود أو الباهية، يتربع مسجد الباهية، واحد من الشواهد الأثرية التي حفرت في ذاكرة الجزائريين فترة الحكم العثماني بالبلاد. يتوسط المسجد مدينة سيدي الهوار العتيق، بني عام 99-700 ألف بأمر من الباهية محمد بن عثمان الكبير، وعلى الرغم من الطمس والتخريب الذي تعرضت له وهران خلال العهد الاستعماري الطويل بشقيه الإسباني والفرنسي، إلا أن مسجد الباي استطاع أن يصمت مع بعض الإصلاحات والترميمات. قام الباي محمد بن عثمان الكبير بعدة أعمال في المدينة التي دخلها عقب انسحاب الأسباني من مدينة وهران سنة 1792، حيث قام بأعمال إعادة الطابع الإسلامي للمدينة التي احتلها الأسبان مدة 3 قرون. ولم تقتصر أعماله على جمع الكتب واقتنائها وإيفاء البعثات من أجل الدراسة، بل شيد إنجازات هامة ساهمت في رفع حركة التعليم في مدينة وهران ومنطقة حكمه. كما تسخر ولاية ورقلة الواقعة في الجنوب الشرقي من الوطن على العديد من المساجد التي تعتبر الشاهد الحي على الحضارات التي تناقلت ومرت على هذه المدينة العتيقة الساحرة والمميزة. المسجد المالكي أول وأقدم مسجد في الولاية، شيد حسب المؤرخين في القرن 9 و12، وهو تاريخ دخول الإسلام إلى المنطقة. وقد أولت الدولة الجزائرية اهتماماً كبيراً به، حيث تم ترميمه وتوسعته بالكامل في السنوات الماضية. المسجد المالكي العتيق هو أحد أهم وأعرق المساجد بمدينة ورقلة، إذ يعود تاريخ بنائه على ما سمعنا من آبائنا وأجدادنا وبعض المتتبعين لحركة المساجد وبنائها إلى أواخر القرن 2 الهجري، ومنهم من يقول بأن بناء المسجد يعود إلى القرن 4 الهجري، ولعله هو أرجح الرواية عندنا. دعامات المسجد مربعة الشكل، لأن فيه صور قديمة للمسجد والمحراب القديم للمسجد والصفوف. عن أبي زكريا الحفصي عندما أراد أن يزيد في تمصير المدينة فزاد في عمارتها بتخطيط المسجد وتوسيعه، وقيل أنه في إعادة بنائه. تكلم المؤرخ الجزائري عن المسجد كذلك عبد الرحمن جلالي في تاريخ الجزائر العام. أعيدت جميع الدعامات إلا أن السقف بقي هو
وذلك تصدعت بفعل ارتفاع منسوب المياه الجوفية فتصدعت فأعيد بناؤه أقول بنسبة 80% من المواد المحلية ليبقى دائما له الرمز التاريخي للمسجد. ونحن نعلم الآن في كل صف الأصل في كل صف في فتحات فتحات التهوية هي موجودة الآن عندنا. فتحات التهوية هذه متجهة كلها إلى الشمال لأن النسيم الذي يهب في فصل الصيف الذي تنشرح له النفوس وترتاح يأتينا من جهة الشمال. وتعد مساجد الجزائر موروثاً إسلامياً شاهداً على حضارات متجذرة في التاريخ، وتولي الدولة الجزائرية حكومة وشعباً اهتماماً بالغاً بالمساجد والمدارس القرآنية. ليفتتح جامع الجزائر ثالث أكبر جامع في العالم بعد الحرمين الشريفين، صرح ديني وحضاري جمع في موقع تشييده فصول قصة كاملة انتصرت فيها رسالة الإسلام السمحة على همجية قوافل التنصير، ليكون الجامع خير شاهد على طهارة الشعب الجزائري وأرضه التي رويت بدماء الشهداء. ويضم هذا المبنى الضخم قاعة صلاة تتسع لأكثر من 120,000 مصلي، وزينت قاعة الصلاة البديعة بلمسات فنية تعكس الزخرفة الجزائرية الأصيلة. وللمسجد أكبر مئذنة في العالم بارتفاع يتجاوز 265 متر، وتتشكل المئذنة من 43 طابقة، ووضع في القمة منظار ليتمكن الزوار من الاستمتاع بجمال خليج ومدينة الجزائر العاصمة. والمساجد الشامخة بأرضنا الجزائر عديدة، وصوت الحق الصادح منها واحد.